الكوميديا حالة تصيب الإنسان تؤدي إلى الضحك الشديد. هو بيتكلم كده ليه؟ الكوميديا في حياة الإنسان مهمة للغاية، بما أنها تنشط الدورة الدموية وتفرز هرمون الإندورفين الذي يحسن المزاج العام للإنسان ويقوي المناعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. Come with me. لأول مرة على شاشة التلفزيون ساعة من الكوميديا المتواصلة فقط على DMC. جاهزين؟ هنعمل ايه بقى؟ لا ده هنعمل كتير بقى. سهل جدا ان انت تبكي حد، انما صعب جدا ان انت تضحكيه. انا بحب الكوميدي لان انا ممكن اعمل كل الانواع. يبقى انت جيت للراجل الصح على الترابيزه الصح. الله، لا تؤاخذه يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. وحياة امك. وحياة ام. فكرتني باللذي مضى. ساعة من الكوميديا السادسة مساءً على DMC.